الرحمن الرحيم، أصحاب المعالي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، السيد الأستاذ دكتور سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، السيدات والسادة، بكل مشاعر الود والحفاوة يطيب لي أن أرحب بالسادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، بالدول الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه الوكالة هذا العام في مدينة القاهرة، ويأتي مؤتمركم الموقر ومصر في أوج استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الخضراء، وتبذل مصر قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. السادة الوزراء، وانطلاقا من إيمان مصر بالقيمة السامية للعلم الذي يتصدر أولويات استراتيجيات التنمية المستدامة في بلادنا وما يقترن به من أنشطة البحث العلمي في شتى الميادين، أود الإشادة بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية لحرصها على إطلاق تلك المبادرة المتميزة بتخصيص أسبوع عالمي للفرانكوفونية العلمية سنويا، والذي تستضيف القاهرة بكل ترحاب نسخته الثانية هذا العام. فليس من شك أن مثل هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العلمية يتوح الفرصة للتبادل والتفاعل بين خبرات وإنجازات البحث العلمي بما يقدم بشكل عملي وفي إطار متميز من الحوار والتعاون والتضامن، نموذجا عمليا أمثل للإمكانات الواسعة لاستثمار الحوار مع الآخر والتواصل بين الثقافات في تحقيق غايات إنسانية عليا تصب في صالح الجميع، إعمالا لمبادئ المساواة والإخاء والحرية.